السلام عليكم من جديد، معكم أخوكم منعم برامي مقيم في ديار إيطاليا. بهذه المناسبة ديال رمضان تنبغي نبارك لكم هذا الشهر الكريم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الابتلاء ويدخلنا هذا رمضان بالصحة والسلامة والعافية وبمزيد من اليوم والبركة إن شاء الله. وهذه المناسبة كنبغي نوصي خوتي المغاربة باش يحافظوا على يلتزموا بهذا الحجر الصحي. الوقاية من هذا كورونا هو الحجر الصحي. حنا فتناكم في هذه التجربة، ودابا النتيجة الحمد لله حنا دابا غاديين وكتحسن على الأمور يوميا. وهذه المناسبة كنبغي نوصي خوتي باش يلتزموا. عارفين رمضان فيه بزاف ديال الحركة والناس كتبغي تمشي عند العائلات والأصدقاء، ولكن صبروا تيدير الله الفرج ان شاء الله، الفرج عما قريب ان شاء الله. وهذه المناسبه كنبغي نوصي خوتي المغاربه باش يلتزموا بالدار، يلتزموا ما يخرجوش، يجيبوا العدوى لوالديهم. وحنا كما كتعرفوا مجتمع حنا اجتماعيين، كتلقى الدار فيها الوالدين والوليدات كلشي مجموع في الدار وحده، ما نخرجوش الا للضروره باش نحافظوا على الوالدين ديالنا وعلى الوليدات ديالنا وعلى الصحه ديالنا حنا ان شاء الله. وهذه المناسبه رمضان ان شاء الله، واخا ما غاديش نصليو التراويح ان شاء الله هذا العام، الله سبحانه وتعالى غادي يقبل لينا الصلاه ديالنا في الديور، وغادي نديروا القيام في الديور مع وليداتنا والوالدين ديالنا، نديروا القيام ونصليو وان شاء الله كل شيء غيدوز بخير وعلى خير، ونعمروا الوقت ديال الفراغ ديالنا بقراءه الكتب وبالقراءه وبالعلم ومن هاد الحوايج اللي غنعمروا الوقت ديالنا نديروا شويه ديال الرياضه. وهاد المناسبة غنشارك معكم واحد 3 دقائق يعني واحد التمارين ديال الحبل إن شاء الله، و نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد لينا وجميع المغاربة من طنجة إلى القويرة وإلى جميع المسلمين في كل بقاع العالم. دابا غادي نبداو إن شاء الله. حاجة نحيدو الصاك هذا، اليوم غندير واحد شويه ديال الحركات ديال الحبل. هذا تقدر دير به حركات في المراح ولا في السطاح ولا في شي بلاصه. حنا دابا ما كنخرجوش برا، كاين عندنا اتساع برا ما كنخرجوش، استغلينا هاد البلايص هنايا حدا مضيق شويه كي كنديروا فيه شويه ديال الحركات. يلا على بركه الله، 10 دقائق ان شاء الله. اتساع ما كاينش ولكن شوية غادي نحاول. عشر دقائق كافية تسخن الجسم ديالك كامل، ومن بعد دير حركات أرضية. واللي ما تيعرفش يتعلم سلام. حبل سهل تصايبو من لاسيك ولا خيط كيما كاين، يكون ثقيل شويه ودير به شويه حركات. او من بعد ملي تسالي غدير شويه حركات ارضيه، شويه ديال الكرش، شويه ديال بزاف كاين ديال الحركات الارضيه. ان شاء الله غادي مره نشارك معكم شويه ديال التمارين تكون سهله المتناول ديال كل شيء. ورمضان مبارك من جديد، وتحياتي لجميع المغاربة من طنجة للقويرة. رمضان مبارك.